تعملش شوي شغله غير جلّة انا اسمعكم اليوم هلا انت جد الله شوي زين طلع لا ما وين الجلّة احشو رب الجرة هي رمز التعاطف، عدم التمييز، تقبل الآخر وإسقاط الأحكام المفروضة. طيب أنا خلص أنا لأنه هذا الواقع. اللي فقط رمز الاندماج بين جميع المواطنين الذين يعيشون مع بعضهم البعض في هذه المرحلة. يعني هو كان يمشي معنا ويمشي معنا. لا تضيع حتى لو كنا انتبهينا معكم